فهذا الإنسان يتوب من الذنب ويرجع، يتوب ويرجع. فالشيطان وسوس له: إلى متى تتوب وترجع؟ من أجل أن يقنطه من رحمة الله. فمرة هذا الشاب الذي يتوب ويرجع صلى ركعتين، ثم رفع بصره إلى السماء وقال: يا من عصمت المعصومين، ويا من حفظت المحفوظين، ويا من أصلحت الصالحين، إن عصمتني تجدني معصوما، وإن أهملتني تجدني مخزولا، ناصيتي بيدك، ديوني بين يديك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذه الواقعة يؤيدها القرآن الكريم. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لذلك قالوا: ما أمرنا الله أن نتوب إليه إلا ليتوب علينا، وما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر لنا، وما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب لنا. فالبطل هو الذي يصطلح مع الله في وقت مبكر.